مصطفى حمدي ابو كيان وكنز. مصطفى حمدي. زوجتي متوفيه، وكنت ساكن عند زوجتي في المنزل اللي عامل الشقه وباني كل حاجه وحيازتي جوه الشقه. وبقت بعد الوفاه، بعد وفاه زوجتي هنا، بعد وفاه زوجتي قفل الشقه وطلعوا قعدوا في الشقه وقعدوا على منتجعات واختصار حيازتي واختصار حيازتي. وانا دلوقتي انا اللي بربي العيال وفوق. حكايتي مع زوجتي الوفاء حمى الفاس بعد يعني بقى لي 5 سنين كده، من 5 سنين، ومراتي متوفيه بقى لها سنه واربع شهور. تمام. وانا ومراتي متوفيه بقى لها سنه واربع شهور. سنه واربع شهور. ولادي 5 سنين وسنتين. تمام. بس انا مربي عيالي من صغر بقى له سنه واربع شهور. اللي هي كيان، كيان كانت لسه رضيعه بعد الوفاه، حين الوفاه ماتت حمى انفاس بعد الوفاه، وانا اللي ربيتها رضعتها. حمى انفاس. تمام. انا اللي برضع، كنت برضع عيالي لغايه ما كبروا لغايه دلوقتي. فوجئت بعد ال فوجئت بقرار حضانه الطفل. وده قرار حضانه الطفل بخاله العيال، فوجئت بالقرار اللي هو تاخد العيال. وبناشد السيد المستشار النائب العام ومستشار العدل بحضانة الطفل تبقى للأب. وخدت قرار من التمكين من الشقة، وشكرا لمعالي المستشار التنفيذ مستشار شفيق بيه، شكرا ليه واقف معانا معايا حكم المستشار. انت النهارده انت عايش مع زوجتك بقالك كام سنه؟ عايش مع زوجتي بقالي 5 سنين. وبعد ما ولدت تعرضت لظروف مرضيه. حمى الفايز. حمى الفايز. ايوه. ترتب عليها انها توفت. توفت. بعد ما توفت. طفلك بقى طفلتين. طفلتي طفلتين. طفلك كان عمرهم كام؟ طفله كانت عمرها 3 شهور، والثانيه كانت مثلا اربع الا شويه. 4 سنين. بتعمل معاهم ازاي؟ بتعامل معاهم ده اب. بلبسهم واكلهم واعمل لهم اكل واغسل لهم واصبح لهم. والرضيعه كنت بروح اجيب لها اللبن وارضعها والبسها واعمل لها البامبرز واعمل لها واحميها واعمل كل حاجه يا اختها يعني. في حضني. في حضني بقى لهم دلوقتي من ساعه الوفاه. بقى لي سنه واربع شهور كده. انت اللي معاهم على طول. انا اللي معاهم على طول. عايش فين انت؟ عايش في المنزل القديم ده، هو اللي انقذنا قعدنا فيه. المنزل القديم ده اللي ورانا ده. بعد الوفاه؟ بدل ما اروح انام عند اختي وانام عند اخويا، فهو ده اللي انقذنا، المنزل القديم اللي هنا ده. عايش انت وبناتك انا وبناتي. مين اللي غاسل البيت؟ انا اللي بغسل واعمل كل حاجه هو، وانا اللي بقفلهم وانا بصرف. ومد ايدك من الشباك ومد من الشباك وانصر واعمل كل حاجه. الدنيا صعبه، انت شغال ايه يا مصطفى وخريج؟ انا دلوقتي خريج معهد فني صناعي وبشتغل سواق وارزق على الله يعني، فشغلات السمسره ارزق على الله كده، ربنا بيرزقني يعني، بيرزقني عشان اخد عيال بيا. ايوه بحضر حضانه، بحضر حضانه وبنتي ثانيه بدات تبقى دروس. هم دلوقتي هم في الحضانه. سواق على العربيه. الحمد لله. الدنيا صعبه. الحمد لله الحمد لله. انت النهارده بتعمل اكلك، مين اللي بيطبخ لك؟ مين اللي انا اللي بعمل كل حاجه. في الحمد لله رب العالمين. فين بتظهر نفسك فيه؟ حضنت الطفل. عاوز اطفال يرجعوا ليا. ما حدش ياخد. قانون حضنت الطفل، قانون حضنت الطفل. وعاوز الاطفال. اولادك هيستخدموا منك فيه؟ هيستخدموا مني. انا اتحبست يوم بسبب اتحبست يوم. بسبب حضنت الطفل دي. اتحبست يوم. سجل لها قرار. الحضانه ليها؟ الكلام ده قريب؟ الكلام ده لسه قريب، بعد ما فوجئت بحاجه في محكمه الاسره خالص، فوجئت بالقرار. ده محدش اعلنني. فوجئت بالقرار. ما هي تضم حضانه اللي هي تضم دم حضانه، وهي فرضتهم اصلا. ده قانون يا استاذ، ده قانون حضانه. قانون ده قانون. ما اعرفش القانون، كل احترام وكل حاجه. ما اعرفش القانون وكل حاجه. لكن انت عايز ايه؟ انا عاوز عيالي بحكم.
روح القانون، روح القانون. يعني انت حسيت بمسألة صعبة انا عليك اكتر منك؟ ايوه طبعا. كلمة ايه اللي نفسك فيه؟ نفسي عيال القانون معلم متشرد بين القانون يبقى لصالح القرار. انا رب عيالي اللي هي تاخد القرار دي اصلا طردتهم معلم. ممكن تناشدهم يعني في مناسبه من اول حد تعرف. حقيقي هيروحوا من دي ازاي؟ هيعيش معاهم ازاي كده؟ بروح القانون؟ عاوز عيال، انا عاوز عيال. عاوز عيال؟ هم عاوزيننا. عيال عاوزيننا. ردك ايه لما عرفوا ان هم قلت لنا؟ قعدوا عيطوا وعيطت جامد جامد. بطريقة رهيبة. بطريقة رهيبة. يعني هم لو سامعينك دلوقتي. لو سامعيني يا. نستعطفهم نقول يا جماعة يعني قلب أب. قلب أب. قلب أب. قول رسالة إنسانية. قلب أب بقى. مش عارف. كمل أنت. كلمة آخر حاجة بينك وبين ولادك بتتعامل إزاي؟ انا بلعبهم هنا في الشارع وبقى. شارع البيت القديم ده. البيت القديم ده بلعبه في الشارع. بس كان في فرحه في فرحه وكل حاجه الناس كلها بتحبهم هنا ويشيلوهم مني. كل الناس هنا بيحبوني فعلا وبيحبوا عيالي والله العظيم. يجوا يسالوا هنا في الشارع كله يحب عيالي وبيجروا يوقفوا معايا. بشكر كل الناس اللي بتقف معايا واشكر المتشردين اللي وقفوا معايا. بشكرهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كله يجيب رب العالمين. كل مطلوبك دلوقتي كل اللي يجيبه حلو. كل مطلوبك دلوقتي ولادك. اه كل مطلوب بقى كيان وكنز. كيان وكنز. اخدك تشوفهم تاني. اه مش هشوفهم تاني هياخدوهم مني. ياخدوهم مني عشان الورث. عايز تقول لك كيان وكنز حاجه؟ انا بحبكم قوي يا كيان وكنز. بحبك أو قوي قوي وانا معاكم في ظهركم. انا عاوز رحمه وبناشد السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. الموضوع بتاعي ده اكيد اب الاولاد اب الاولاد السيد الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اب الاولاد. اولادي بيستخدموا مني يا سياده الرئيس بسبب قرار الحضانه. انا زوجتي متوفيه يا سياده الرئيس. زوجتي متوفيه يا سياده الرئيس واولادي هيروحوا يناموا في حته ثانيه يا سياده الرئيس. مش هيستحملوا يا سياده الرئيس. انا ما اتجوزتش لغايه دلوقتي يا سياده الرئيس وقاعد عشان بربيهم وبشتغل. وربنا بيرزقني عشان هو يا سياده الرئيس من بيت. هيوحشوني قوي. مش هيوريني عيالي يا سياده الرئيس. انت عارف القانون ده يا سياده الرئيس. انت تعلم دي اكتر يا سياده الرئيس. انت اللي عالم اكتر يا سياده الرئيس. بالقانون ده مش هيوروني عيال يا سياده الرئيس. مش هيوروني عيال يا سياده الرئيس. شكرا لكم. حضرنا مشاهدين يعني زي ما احنا شايفين الدموع يعني صعب قوي من يعني على 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 طول ماده من عينين اب يعني حزين على ان ولاده يكون شايفكم تاني. حضرنا مشاهدين نتمنى الخير لمصطفى ولولاده ونمي شملهم يا رب. حضرنا مشاهدين كنا معكم.